مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. أخيرا نزلت مبارحة أكثر أغنية منتظرة من الدايلر يون، أغنية دايلر آسف اللي كنا نسمعها في بداية فيديوهات دايلر خلال شهر رمضان، ونزل مقطع من الأغنية من قبل على حسابه على الانستغرام. أنا آسف ما كان المفروض أسوي اللي سويته، خسرتك بلحظة ثانية هدمت اللي بنيته. كنت شخص كبير في الدنيا صدقيني كبر الحوت، والحين قاعد بغرفتي أفكر كيف أموت. حيث انتشرت الأغنية على برنامج التيك توك قبل نزول الفيديو كليب، حيث الفيديو كليب خطى 1,000,000 مشاهدة في أقل من 24 ساعة. وكلمات الأغنية كانت بتحكي عن ندمه على تركه لحبيبته، ويتأسف لها على الشي اللي عمله وتركه لإلها وخسارته لإلها. ففي بداية الكليب بنشوف بنت سأل كتير من الناس مين هي، فنحن اللي توصلنا لإله أنها اسمها ريهام وساكنة بدبي، فهي كانت موديل بالفيديو كليب وعندها حساب على الانستغرام بيتابعها اكثر من 58,000 متابع، فدايلر ونيفو عاملين لها فولو. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الاكثر.